لا، دائما العيد عند الاولاد له طعم ونكهه خاصه، لكن بهذا الظرف اللي نحن يمكن عايشين فيه، بعض الاهالي ما حرموا اولادهم، ما كانوا قد المسؤوليه بظل الظروف الراهنه، لكن بعض الاولاد فعلا تقيدوا مع اهاليهم، يمكن خفت شويه بهجه العيد عندهم. اليوم بدنا نعرف كيف يون الاهل يزرعوا قيم العيد، وانه هي الايام هي ايام مختلفه عن الايام العاديه طبعا، بالإضافة للقيم المتعلمة من الأعياد وصلة الرحم. رح نتحدث عن هالموضوع مع الأخصائية الاجتماعية رولا بريمو. يسعد صباحك وكل صباح عام وأنت خير، بخير. شكرا وانتم بألف خير. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. يعني أهلا. بالبداية خلينا نحكي إنه نحن شوي عنا هيك كل الوقت، مش شوي كتير، عم نحكي كورونا كورونا كورونا، ما في عيد هلا كورونا. كيف فينا نحن نوصل للأطفال وخاصة الصغار، نعلمهم كيف يهتموا بحالهم، ينظفوا ايديهم منيح، ويعرفوا انه هذا الفيروس هو على كل الناس وهو بيعدي بس بطريقه ما نرعبهم فيها. يعني نحن بدنا نحكي على وقايه الطفل، يعني كيف فينا نحن نعلم الطفل بالعيد، كيف فينا نحن ما بدنا نسلم، ما بدنا نقرب، بدنا نغسل ايدينا كثير منيح، في فيروس بالحياه. تمام. هلا اي شيء نحن بدنا نغرزه بالطفل بدنا نمارسه، يعني هذا العنوان الكبير اللي لازم نقوله. انا اي قيمه بدي اغرزها بالطفل فبدي اعيشها، فابسط طريقه اني انا مارس كل هدول الطقوس لحتى اغرزها بنفس ابني. هلا ما فيني اقول بفتره العيد بس، لانه بالحقيقه هذا العيد ما كان مثل اي عيد ابدا. صحيح. فنحن ثقافه التعقيم والتنظيف وكل هدول الشغلات لازم تصير جزء من حياتنا، فنحن دائما المعقمات لازم تكون موجودة بدون مبالغة. طبعا لازم نحن نعود الطفل انه الاماكن العامة محترمة نحن ما بدنا نكب فيها، وبنفس الوقت ما بدنا نتعامل معها كتير باحتكاك. مثلا موضوع الكمامة صعب شوي على الطفل، بس شوي شوي بصير بيتعود انه هي ثقافة حياة. يعني نحن الكورونا مرحلة يمكن تطول، فنحن ضروري انه نتأقلم مع هذا الموضوع وتصير هي جزء من ثقافة حياتنا. اكيد. طيب كمان بعيدا عن الكورونا، انه كثير حكينا فيها، هي بتمنى انا كان نحكي الموضوع عن كمان، يمكن مثل ما قلتي هالعيد ما نو مثل اي عيد، اكيد حاله اقتصاديه ايضا ما كثير صحيحه، فبعض العائلات دبرت امورها او اقتصرت الاعياد، يمكن ما كثير في حلو، بس انه اقتصرت على قطعه واحده للاولاد او بتجديد بعض الثياب القديمه لاخواتهم مثلا حتى يحسوا ببهجه العيد. هي احد الطرق البسيطه لزرع انه في عيد في مناسبة. خلينا نحكي عن هي الطرق، كيف يون الأهل يتعاملوا مع هي الأيام الصعبة بطريقة ما يحسس أولادهم كتير بالثقة له. هلا الفكره انه نحن دائما بنحكي بمظاهر العيد، بس ولا مره حكينا عن جوهر العيد. يعني نحن اذا بدنا نوسع الافق للطفل ونخليه يفكر بشكل افضل، المفروض نشرح له جوهر العيد. في احتفالات كثيره، يعني هلا انا اذا ما بدي اقتصر على هذا العيد لانه فعلا هو كان حاله كثير خاصه، نحكي مع الطفل عن مفاهيم الاعياد بشكل عام. يعني مثلا عيد الميلاد، ميلاد الطفل، لاحظوا انه نحن كثير من الاحيان بنكون كثير عاملين طقوس كبيره بس الطفل بيكون عم بيبكي لانه هو ما عنده ادراك لكل هذا الشيء اللي عم بيصير. مثلا منهاج ماريا مونتيسوري بيحتفل بعيد ميلاد الطفل بطريقه كثير مختلفه، بانه بيعملوا دائره وبيدور الطفل فيها، بيمثل مرور 365 يوم دوران الارض حول الشمس، وانه هو مفهوم كبر نهار، فكبر عفوا سنه. فهدول الشغلات هي اللي بتوسع مدارك الطفل. نحن دائما بننشغل بالمظاهر. صح. يعني نحن بننشغل بالحلو، كان مسبقا تعزيل، هلا ما عادت جزء من طقوسنا. مثلا الحلو، مثلا الالعاب، الهديه، هدول كثير شغلات حلوه، بس هدول مظاهر العيد، نحن بدنا جوهر العيد، كيف الطفل بده يتعامل مع كل مناسبه من المناسبات. يعني مثلا نحن اول امبارح كنا عم نحتفل بعيد الجيش.
هي مناسبة كتير حلوة الولد انه يدرك مفهوم هذا العيد، يدرك انه كل شخص لابس بدلة بهذا اليوم نحن كلنا عم نحتفل فيه، لحتى نوسع مفهوم الطفل والمدارك تبعه، انه في اشخاص بيربط بيناتهم هذا القاسم المشترك. نعم. مبدئيا هي البدلة، بعدين هن الحماة تبعنا هدول، فنحن بهذا اليوم نحتفل فيهم كلياتهم، فكتير حلو انه الولد يفهم هدول الشغلات، يعني في كتير اعياد كتير حلو انه الولد يعني كثير حكينا عن قصص عن جد لازم الطفل يفهمها، بس لكن الاهل ما بيعرفوا باي عمر، يعني باي عمر انا بدي ابدا اقول لابني انه هيك، باي عمر لازم احتفل له بعيد ميلاده بهي الطريقه، باي عمر باي عمر، هي اي عمر لازم نحن نتعرف عليها كيف. تمام. أو بتفرق بين طفل وتاني؟ هلأ نحن بالحقيقة الولد من وقت ما خلق نحن عم نبلش نحكي معه ونحاوره، حتى لو هو ما عم يعطينا ردة فعل، بس هو عنده فترة استماع وفترة تخزين. هلأ بالحقيقة ببلش الطفل بينفصل عننا وبيصير بيدرك أكثر بعمر 24 شهر ونحن طالعين، يعني بعمر السنتين. هلأ نحن وقت شرحنا الفكرة مو بالضرورة كتير هو فهمها. هلأ رح أعطي مثال حتى ما يكون الحكي مجرد، مثلا انا رايحه عايد ماما بعيد ميلادها، اول شيء المفروض اني هيئه لهذا الشيء، انا احكي له بدي حاوره انه ماما تيتا كبرت سنه نحن بدنا نروح نعايدها، نخطط نحن وياه انه نحن بدنا ننزل نشتري هديه، نحن رح نعمل كذا، نشاركه بكل شيء. وقت بنوصل لعند تيتا نحن عاده بنمسك ايد الولد الا كل سنه وانت سالمه، بوسه لتيتا. هلا هو متفاجئ، هو ما انه عرفان شو في، لا لو اذا انا ما حضرته وحتى على الباب انا ما في داعي اقول له تعا بوسه لتيتا. بدخل انا اللي بدخل، انا اللي ببوسها لماما، انا اللي بقول لها كل سنه وانت سالمه، فهو الوضع الطبيعي انه يدخل ويقلدني، يعمل مثل ما انا عم ساوي. فنحن دائما حياتنا مع ابننا مجموعه اوامر، هي لا مجموعه ممارسات، وقت انا بتصرف هيك بشكل طبيعي ابني بده يتصرف. فلذلك انا ما بدي هلا احمل البخاخ اذا رجعنا للكورونا وضل بخبخه، انا بس بعقم ايدي فهو الوضع الطبيعي انه يعمل مثلي. فنحن لازم نبتعد عن مجموعه الأوامر عمل ولا تعمل، ونحولها لمجموعة ممارسات وحوار، يعني نجهز الطفل. عندي احتفال لازم قبل بوقت كون حكيت له عنه، كون مشاركته بكل طقوسه، لحتى وقت يصل له الاحتفال يحس حاله انه هو جزء منه مو ضيف عليه. طيب بما انه هلا كثير في اولاد قاعدين بالبيوت ما عم يطلعوا وما عم بيحسوا بمظاهر العيد، كيف فيهم الاهل يفهمون انه في عيد وفي مناسبه ممكن نعمل هي الاجواء بقلب البيت بدون ما نطلع على الزيارات او نطلع مثلا على الملاهي او نطلع، بسبب حمايتكم يعني، ويفهمون هي الرساله كيف فيهم؟ هلا نحن بدنا نعمل برنامج، كلياتنا شفنا انه اجى العيد ونحن بنعرف انه بده يجي العيد، فنحن قبل فترة فينا نقعد ونحاور. نحن بصراحة أقل عالم بتتحاور مع أطفالها، وهو هذا أكبر غلط بتربيتنا. فنحن لازم نقعد ونتحاور ونحط برنامج، إنه مثلا أول يوم بدنا نروح عن تيتا وجده هدول، تاني مع عن تيتا وجده هدول، طبعا بدنا نحافظ على التباعد. نعمل نحن مشاريع عنا بالبيت، يعني فينا نحن على البلكون نقرر إنه نحن بدنا نعمل مثلا مطعم، وفعلا فينا ننفذ هذا الشيء بغرفة بطاولة بأي شيء، إنه هذا بده يكون الجرسون اللي بده يقدم لنا الأكل، ونحن يعني نعمل أنشطة بسيطة. نحن بتشغلنا وبتفرحنا وبتزيد علاقتنا بطفلنا، وهو بنفس الطريقة بحس حاله إنه وبيتعلم مبسوط. بيتعلم شغلات كتير مهمة، دائما المشاركة، فنحن فينا نعمل أنشطة منزلية. سيدة رولا خلينا نرجع لحديثنا، وفي نقطة كتير مهمة لازم يمكن تنزرع داخل الأطفال وبعمر صغير، هي العطاء، هي نشيل من مصروفنا نضبه لحدا بحاجة. صح. دائما بالعيد بغير العيد نحس بغيرنا ونعطي غيرنا، قد ايه مهمة هي القيمة إنها هي تنزرع بالأطفال بشي بسيط، نعلمهم بالبداية بشي بسيط، يعني مو انه نحنا خلص نحنا بنعطيكم رح احرمكم من المصروف رح كذا، لا ابدا. لا بالحقيقة هي نقطة كتير مهمة، يعني زرع الغيرية عند الانسان اللي هي عكس الانانية بتكون بعكس كتير من تصرفاتنا. نحنا كتير بنزرع الانانية عند الطفل بتحت اسم التربية، يعني مثلا اذا نحنا اشترينا شيء قد ما طلب الطفل من طعميه من الفواكه
نحكي مثلا، بس نحن المفروض يصير في تقسيم بالبيت، انه هي حصة بابا وهي حصتي وهي حصتك. هلا هيك كثير بدكم تندهشوا انه معقولة انا اشتري 6 موزات اقول لكل واحد موزتين؟ طبعا لازم هيك الولد لازم يتعود انه في انا وفي غيري، يعني حصة نفس حصة ابوه وامه اكيد نفسها. اكيد لازم أقل. لا هلا طبعا حسب القدرة على الاكل يعني المفروض التوزيع بشكل عام يكون عادل، يعني انه للاب وللام وللطفل. هلا بعدين اذا هو حب الاب يقدم او الام يقدموا لطفلهم فما في مانع، بس هو لازم يشوفهم انه عم ياكلوا هي الشغله، لازم يعرف انه في انا وفي غيري. هلا هون اللي اذا بدنا نوسع الدائره اكبر بنطلع برات البيت بقى، انه نحن لازم يكون عندنا بالبيت علبه نحن عم نحط فيها كلياتنا، وبنفس يعني كل واحد الجزء من المال تبعه عم بيحطه وبعدين نفتحها وهو يساهم بانه يتبرع فيها. هلا طريقه التبرع كمان كتير لازم تكون مدروسة، يعني هو ما رح يروح يعطي طفل مثله لأنه حتى ما يكون في جرح شعور، يعني كل شغلة بدها تندرس. بس بشكل عام فعلا أنه الطفل لازم يعرف أنه في أنا وفي غيري، والمساعدة والأكل، وممكن نحن نساعد أي حدا نقدم له جزء من أكلنا. طبعا هي نقطة كتير مهمة، وشكرا لإثارتها، لأنه فعلا نحن كتير منربي الولد بصراحة على الأنانية، أنه كل شيء لإله، كل شيء لإله، يعني بيصل لدرجة بيحس إنه أي شيء. لذلك بنسمع بالمحاكم بيقولوا الأخ أكل مال أخوه، والولد عمل هيك بأبوه، لأنه نحن غرزنا هذا الشيء. نحن غرزنا هذا الشيء، بس يعني صحيح نحن بهدف محبة أو حنية، بس لازم نوعى أكثر لهذا الموضوع، يعني نعرف إنه هي ما عادت محبة وحنية. يعني يمكن في بعض العائلات السورية ما كان عندها هذا الوعي الكافي للدراسات الاجتماعية. تمام. أو كانت تأثر على الأولاد. هلأ صار المجال مفتوح أكثر قدام العيال والأمهات الجداد لحتى يوعوا لهي النقاط. بدنا نصائح أخيرة منك عن كيفية التعامل مع الأطفال، زرع القيم، زرع الأخلاق، وخاصة بما يخص المناسبات، بما أنه هلأ نحن بالعيد. تمام. أول شيء أنه يكون كل شيء واضح بالنسبة للطفل، يعني نحن نحاوره ونشرح له المواقف اللي بدها تصير، مثل ما حكينا مثلا على عيد الأم. ثاني شيء بالممارسة، أنه نحن بدنا نمارس القيمة يلي حابين أنه نزرعها بنفس الطفل، يعني نحن بدنا نطبق على حالنا لحتى الطفل يصير يتعود عليها أنه هي موجودة بالحياة وتصير ممارستها طبيعية. تمام. يعني كثير في قصص، ويمكن عالم الطفولة هو بحر من أكيد. التعامل أكيد، أكيد ناطرينك سيد رولا بحلقات جاية لحتى نحكي ونوعي الأهل أكثر بمواضيع يمكن غفلانين عنها. شكرا كثير لك وينعاد عليك. شكرا لكم، شكرا لوجودك معنا وينعاد عليك بالصحة. شكرا كثير. شكرا.